معرفة عقوبة الزنا. كتير من الناس النهاردة ايه ما يعرفش عقوبة الزنا. وابن القيم ذكر 13 عقوبة للزنا. والزنا يجمع خلال الشر كلها. والزنا ايه يجمع خلال صفات الشر كلها، من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة. فلا تجد زانيا أبدا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرمات وذهاب الغيرة من القلب من شعب الزنا وموجباته. اوعي أيتها المرأة تظني أن رجلا زنى فيك عنده وفاء، لا يمكن أبدا ولا صدق. لازم تعرفي أيتها المرأة أن كل زان فاجر خائن كذاب غدار، وأنت أيها الرجل اعلم ذلك أيضا أن كل زانية فيها هذه الصفات. من عقوبات الزنا غضب الرب، فليس بعد الشرك ذنب أكبر من الزنا، وذلك لأن في الزنا إفساد النساء والعيال. ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بإفساد حرمه وعياله لقابله أسوأ مقابلة. وأنت تفسد النساء إماء الله والأطفال، تفسد هؤلاء، فلذلك لابد أن يكرهك الله. أيها الزاني، أيها الزاني، الله غيور. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيها الزاني، الله غيور. يغار أن تزني أمته أو يزني عبده، فاحذر بطش الله وعقابه. من عقوبات الزنا وموجباته سواد الوجه وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. أبدا ما تلاقي الزاني وشه منور، لا يمكن، لازم تلاقي على وشه سحابة سوداء كآبة. أبدا لا تجد في صفحة وجهه بشاشة الإيمان، بل يعلوه ذل الله كساه إياه. وإنما يشاهد ذلك أولو البصائر من أهل الإيمان. ومن عقوبات الزنا ظلمة القلب وطمس نوره، وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان ظلمة له. طمس نور القلب يوجب طمس نور الوجه. ومن العقوبات التي لا بد أن تحصل للزاني الفقر. بشر الزاني بخراب بيته، بشر الزاني بخراب بيته، الفقر. في بعض الإسرائيليات: أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزنا. لازم يتخرب بيته، لازم. مفقر الزنا، ومنها دي رقم كم؟ 6. أن يذهب الله حرمة فاعله ويسقطه من عينه وأعين عباده. ما يبقاش محترم أبدا. ولا امرأة زنى فيها رجل يظل هذا الرجل محترما عنده، ولا هي تظل محترمة عنده أبدا. كيف يحترمها وهي خائنة؟ وكيف تحترمه وهو قد استغل ضعفها وحاجتها وقهرها؟ أبدا. وإن خدع بعضهم بعضا وإن لعب بعضهم ببعض، فالحقيقة يعلمها الله، فإنه ولا بد أن يسقط من عيون العباد بعد أن سقط من عين الله. لازم هيحس إنه مش محترم، إنه مش موقر، وإن الناس بتبصله بقرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. مين اسمه مؤمن؟ الزاني غير مؤمن، بقى فاسق مجرم. لذلك يعطى اسما يناسبه. ومن العقوبات أنه يعرض نفسه لسكن التنور الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الزنات والزواني. قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور
وإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا. قلتم من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناة والزواني، يفعل بهم هكذا إلى يوم القيامة. مجرد زاني وزانية ما يموتوا أعد الله لهم فرن مليان زناة وزواني محطوطين فوق بعضه، ومن تحت النار دخلة. بس النار دي بقى غير النار. يا زاني حط ايدك على بوتاجاز عشان تشوف النار، واعلم ان النار دي اللي هتشوي ايدك وتحرقها وما تطيقهاش، لا دي جزء من ايه؟ من 70 جزء من نار الاخره. سلم يا رب سلم. هكذا يفعل بهم الى يوم القيامه، ثم يوم القيامة العذاب أشد. أيضا من العقوبات أنه يفارقه وصف الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف، ويستبدل به اسم الخبيث الذي وصف الله به الزناة. قال تعالى الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فسمى كل زان خبيث. أيها الخبيث لك خبيثة ولا بد. ولذلك اعلم أيها الزاني أنك إن زنيت فستتزوج زانية، كتب الله ذلك. من العقوبات حرمت عليه الجنة، فإن الجنة حرام على كل خبيث، إنما الجنة مأوى الطيبين. والزنا أخبث الخلق، الزناة أخبث الخلق، جعل الله سبحانه جهنم دار الخبث وأهله. واحد يقول معنى كده أن الزاني كافر شي يدخل الجنة؟ أبدا لا، الزاني إن مات على التوحيد فسيدخل الجنة حتما، ولكن بعد أن يقضي ما عليه. بعد أن إيه؟ يقضي ما عليه، يتعذب في النار بقى 1,000,000 سنة، 100,000,000,000,000 لحد ما ينضف، وبعدين يدخل الجنة. من العقوبات، ودي رقم 13، الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني. الوحشة هيبقى عايش في عذاب، لأن الزنا دين، هيبقى عايش مرعوب على أمه وعلى أخته وعلى بنته وعلى زوجته. وحشة في قلب الزاني، تلاقيه في سكرة الهم بياكل ويشرب ويجري، لكن ساعة ما يروق كده ويخلو يفجأه النكد، يتذكر الفاحشة، يلاقي الوحشة في قلبه، متضايق، قرفان، مهموم، خايف. من العقوبات أيضا قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه، فهو عندهم أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم، بخلاف العفيف يرزق المهابة والحلاوة. صاحب العفة تلاقيه شكله حلو ووشه منور ومهاب، لما يجي الناس يكلموه أو يتعاملوا معاه يبقى حاسس في قلبه خوف منه، عامل له هيبة ومقدار. ومن العقوبات أن الناس ينظرون إليه بعين الخيانة، ولا يأمنه أحد على حرمه ولا على ولده. من العقوبات رائحة كريهة تفوح منه، لازم الزاني تلاقي ريحته وحشة، رائحة كريهة تفوح منه يشمها كل ذي قلب سليم، لأن الناس كتير قوي زنا، فبقت الريحة دي ايه؟ معتادة، فبقت عادي. ومن العقوبات ضيقة الصدر وحرجه، الزناة يعاملون بضد قصدهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه الله بنقيض قصده، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط أبد. اوعى تفكر إن معصيتك قد إلى خير، مش ممكن.
فما عند الله لا ينال إلا بطاعته أساني يطلب لذة فيحرمه الله من كل لذة. من العقوبات أن الزاني لا يستمتع بالحور العين، يحرم من الحور العين في المساكن الطيبة في جنة عدن. إذا كان الله قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه يوم القيامة، وعاقب شارب الخمر في الدنيا بحرمانه من خمر الجنة، فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا يحرم الصور الحلال في الجنة. هي كده، اللي يلبس حرير في الدنيا ما يلبسوش في الآخرة، واللي يشرب خمرة في الدنيا ما يشربهاش في الآخرة، واللي يتمتع بالزنا في الحرام في الدنيا يحرم من جماع الحور العين في الجنة. نفس القياس، كل ما نلته من حرام في الدنيا فاتك نظيره يوم القيامة في الجنة. توحيد هو ذا العلاج، هو ذا العلاج، هو ذا العلاج. إنك تعرف إن ربنا معاك، شايفك، مراقبك، هيحاسبك، ممكن يعاقبك في نفس اللحظة. قادر ولا لا؟ قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده. ضيق الصدر ووحشة النفس ومصيبة البلاء كلها وزوال النعم سبيل محفوف به الزنا. إخوتاه، الزاني عاصي وليس بكافر، وباب التوبة مفتوح، ويجب عليه أن يتوب، ويجب عليه أن يتوب، ويجب عليه أن يتوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.